الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وهل هناك طوائف أخذت معتقداتها من غير الكتاب والسنة؟ فأقول نعم، الفلاسفة أخذوا معتقداتهم من عقولهم، من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. هؤلاء لا يعتمدون في أخذ معتقداتهم على الكتاب والسنة، وإنما يعتمدون في أخذها على عقولهم المحضة المجردة. الصوفية يأخذون معتقداتهم من أذواقهم، والرؤى والأحلام والأذواق والمكاشفات ومخاريق السحرة وما تستحسنه أمزجتهم. وكذلك الرافضة يأخذون معتقداتهم من المرويات المكذوبة الموضوعة التي ينسبونها تلفيقا وزورا عن آل البيت. وكل هؤلاء في ضلال، لأنهم وسعوا دائرة ما تساق منه ما يساق منه الاعتقاد. ولذلك أهل السنة لا يزالون في حماية وفي منعة وفي حماية الله عز وجل، لأنهم لا يأخذون معتقداتهم إلا من هذين الأصلين فقط. فإن قلت أو يكفي في الاهتداء أن نأخذ عقائدنا من الكتاب والسنة؟ فأقول لا، ما يكفي، فقط اقرنه بالقاعدة الثانية، اقرنه بالأصل الثاني إن كنت تريد أن تهتدي بالأصل الأول. ما يكفيك الأصل الأول، لابد الأصل الثاني معه. وطعني والله ما يكفيك الأصل الأول، إن لابد من الأصل الثاني، وهو ألا نفهم الكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح. فلا يجوز أن نفهم شيئا من دلالة الكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح. القاعدة تقول كل فهم يخالف فهم السلف من الصحابة والتابعين في مسائل الاعتقاد فهو باطل. كل فهم يخالف فهم السلف الصالح في مسائل في أدلة الاعتقاد ومسائلها فهو باطل. وقد دلت الأدلة على اعتماد فهم السلف من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. ويقول صلى الله عليه وسلم لما خرج ليلة من الليالي كما في صحيح مسلم فنظر إلى السماء فقال النجوم آمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا آمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي آمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ويقول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ويقول صلى الله عليه وسلم إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وقد أجمعت الأمة على أن الصحابة أكمل الأمة فهوما وأزكاها علما وأعمقها فهما وأعرفها بمقاصد الشريعة وألصقها عقيدة وأصحها إيمانا ومنهجا وفهما. فأي فهم يخالف فهم الصحابة في أي نص من نصوص العقيدة فابصق عليه، لأنه فهم بدعي. فالفهم في نصوص الصفات توقيفي، والفهم في نصوص الأسماء توقيفي، والفهم في نصوص القدر توقيفي، والفهم في نصوص أسماء الأحكام والدين توقيفي. فلا حق لك أن تفهم في شيء من نصوص الاعتقاد على خلاف ما فهمه السلف الصالح. وجاء ربك، ماذا كان يفهم السلف فيها؟ مجيء حقيقي على ما يليق بجلاله وعظمته. إذن أي فهم يخالف هذا الفهم فهو باطل. ينزل ربنا، ماذا كان يفهم السلف فيها؟ نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته. إذن أي فهم يخالف هذا الفهم فهو باطل، شاء من شاء وأبى من أبى.